زينب بآخر مساحاتنا اليوم بصباحنا غير الكل دائما بيتمنى وبيحرص على ابتسامة كتير حلوة ويكون المنظر الأسنان حلو ومقبول عند الناس كرمال يكون عنده الشخص ثقة بحاله. اليوم مشاهدينا بآخر فقراتنا رح نحكي عن موضوع التعويضات السنية الخزفية التجميلية مع الدكتورة هزار نشاوي الاختصاصية في طب الأسنان ومداواتها. صباح الخير. يا هلا، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي، صباحك خير. يعني عم نحكي عن التعويضات السنيه الخزفيه، اول شيء احكي لنا شو هي. هلا نحن مثل ما شفنا كثير صار عنا بالفتره الحاليه هوس كثير من المرضى للتجميل، تجميل اسنانهم، وعنا كثير كان خيارات عديده، بس بالفتره الحاليه ما عاد بس المريض اكتفى بانه بس يبيض اسنانه، صار في متطلبات اكثر لرغبات المرضى، فصار اتجهوا بالفتره الاخيره مثل ما بنعرف لتلبيس الاسنان او القشور الخزفيه، الفينير واللومينير. هلا بالنسبه للخزف نحن اللي عم نستخدمه بالفتره الحاليه وعم يعطي نتيجه كثير تجميليه هو له انواع عديده، اكثر نوعين عم نستخدمهم هن الزيركون والايماكس. بس كثير بنشوف من المرضى انه بيسالونا يا ترى دكتوره اي احسن، الزيركون ولا الايماكس؟ لا نحن هون بنقول انه ما نحن اللي بنختار شو ماده الخزف المناسبه لاسناننا. نحن حسب وضع الاسنان، لون الاسنان بنحدد، يعني الطبيب بيحدد شو نوع الخزف بدنا نستخدمه. بالنسبة للزيركون هو مادة كتير خزفية تجميلية بالفترة الحالية، أكثر شيء بيتميز بأنه متانة وصلابة ومقاوم للخدوش، تجميليا يعني كتير عالي وبيقدر يغطي التصبغات الموجودة على سطوح الأسنان. ما في برد كتير الزيركون؟ لا، بيتطلب إزالة طبقة من سطح السن. ممكن كمان نستخدمه بالأسنان الخلفية، يعني هو مقاوم للقوى الإطباقية. اما بالنسبه للنوع اللي اكثر تجميليا بس ما كثير نحن بنستخدمه عن كل المرضى حسب له شروط معينه، هو خزف الايماكس اللي بنسمع عنه. تميز بانه هو شفوفيه طبيعيه، يعني شكله مشابه للاسنان الطبيعيه، وبيعطي مظهر للعين مريح، وحتى احيانا ما بنقدر نعرف اذا فعلا المريض مركب على قشره على اسنانه او هي اسنانه الطبيعيه اللي مبيضه. وسعره؟ هلا بالنسبه للكلفه بالنسبه للزيركون والايماكس هي مرتفعه، يعني بس الشيء الوحيد اللي انه المرضى انه بالنسبه للزيركون انه هو بيستخدمه لفترات طويله، يعني لسنين طويله اذا اهتم فيه واعتنى ممكن صح دفع سعر عالي بس بيمتد لفترات طويله. حلو. هلا حكينا انه هو صار هدف تجميلي بس، ولكن اكيد في حالات طبيه اليوم الطبيب عم يضطر انه يشتغل يغير بشكل الاسنان ويضيف ان كان خزف زيركون حسب اختيار المريض. خلينا نحكي عن الحالات المرضيه اللي انتم بحاجه انكم تستخدموا فيها انواع الخزف. تمام. هلا الحالات المرضيه ممكن تكون اسنان كثير مسحوله فيها سطوح الاسنان، حدبات الاسنان، ممكن في قوى اطباقيه عاليه، فنحن لنحافظ على ما تبقى من الاسنان عند المريض ممكن نبرد جزء من الاسنان ونركب له تلبيسات او جسور، طبعا بالمناطق اللي فيها فقد بالاسنان، مريض قالع سنه ركبنا جسر او فقد بالمنطقه الاماميه. تمام. طيب هلا كل الحالات قلنا انه حابه تعمل تجميل او ابتسامه حلوه، لكن انتم اليوم كاطباء اذا كان في اسنان صحيه ممكن ترفضوا انه تعملوا شيء تجميلي او تعطوه طرق ثانيه تجميليه غير التلبيس الخزفي؟ تمام. هلا نحن حسب الحاله، مثلا اذا كان عندنا المريض عنده بس فراغات سنيه بسيطه فنحن بهالحاله ما بنلجا انه نبرد من السن ونرد نحط تلبيسه، بنروح لتدخل اصغري بنسميه بانه نطبق حشوات بسيطه بين الاسنان، سطوح اسنان 2 ملي من سطح كل سن. هلا الحشوات ممكن تعطي نتيجه جماليه عاليه لفترات طويله، بنسد فيها الفراغات. حلو. تمام. اما اذا كانت الفراغات كبيره مثلا او سن كثير بارز او متداخل، لا بهالحاله نحن بنحله بانه نكون الحل عندنا التجميلي بانه نحط تركيبات خزفيه. هلا عم نشوف بعض الاحيان بعض الصبايا او الشباب عاملين هدول التركيبات ولكن المنظر ما له حلو. صحيح. وفي بروز بالاسنان، فالدكتور هون بيقول انه هو عنده تقدم بالاسنان العلويه من طفولته وما يعني ما استخدم التقويم، هون شو ممكن تكون الحلول الطبيه بعد تركيب الخزف؟ طبعا هلا نحن هون بيكون هذا اسمه لما بنركب اسنان وبيكون عند المريض كمان بروز، هذا اسمه يعني بنسميه بالمصطلح العام تبشيع وليس تجميل. نحن بالعاده لازم نعمل ندرس حاله المريض بشكل صحيح، فاذا عنده بروز بالاسنان اول شيء لازم نستخدم له التقويم بانه نخفف تقدم الاسنان ونرصفها بشكل جيد، بعدين بنتداخل تجميليا. فهو بده يكون عندنا حلين، علاجي بالبدايه بعدين التجميلي.
انا ما فيني دغري فوت حط تجميل والمريض عنده بروز بالاسنان، هذا التجميل راح ينكس حتى ممكن الفينير يفك مع الزمن. طيب شفنا حدا حط التقويم وقاموا وعمل الابتسامه وضل العيب مثل ما هو؟ هلا ممكن يكون السبب انه التقويم ركبه والاسنان اصطفت فعلا، بس هو ما ثبت الحاله، في عنا تثبيت بعد التقويم انه يحطوا سلك من الداخل ويثبتوا الحاله النهائيه، فممكن يكون السبب الفشل اسباب عديده، ممكن يكون من التقويم انه ما ثبتنا الحاله، ممكن يكون فعلا تجميليا في سماكه بالخزف، سماكه زياده عن اللزوم، يعني ممكن كذا سبب يسببوا فشل حالة التجميل. يمكن زينب الأطفال هنن أكثر استجابة للتقويم من إنه نحن نحطه بعمر أكبر. طبعاً طبعاً، لأنه الأطفال بيكونوا بنوتوا يعني نمو العظم، بيطور نمو العظم، عندهم الفك العلوي والسفلي عم بنمو مستمر، فبتكون حركة الأسنان ضمن العظم حركة أسهل. تمام. في فراغات. طب خبرينا اليوم بما انه عم نحكي عن التعويضات السنيه الخزفيه، كل شيء له جمالي له سلبيات وايجابيات. صحيح. وله طرق هيك الحفاظ على المرحله اللي وصل لها، فخبرينا اليوم عن التعويضات السنيه الخزفيه، ايجابياتها سلبياتها، كيف الشخص، شو هي يعني هيك الاستطبابات او النصائح الطبيه اللي انت ممكن تعطيها ليحافظ عليها اطول مده؟ تمام. هلا بالنسبه للمزايا انه بيحافظ الاسنان وبيحميها من تكون الكلس والجير والترسبات الكلسيه مع الوقت، كمان من ميزاتها انه ما بتسبب رائحه للفم كريهه، ما سطوحها ناعمه ما بتلتصق فيها بقايا الطعام، ممكن متقبله من اللثه، يعني ما بتسبب، بتعطي لثه سليمه صحيه جماليه للثه، هي بالنسبه لميزاتها. بالنسبه لسلبياتها بانه الزيركون لحنا لما بنركبه على الاسنان ممكن يسبب مع مرور الوقت ضعف بالاسنان المجاوره، يؤذي السن الطبيعي المجاور له. كمان السلبيات بيعتبروها بعض المرضى الكلفه العاليه. تمام. لكل سن زيركون، لكن مثل ما قلنا انه هي الكلفه هي حتكون لمره واحده، يعني ممكن تستمر ل 15 سنه 20 سنه، خاصة إذا اهتم ممكن يوقع منا السنة، اللي عم لاحظ في بعض هي اللزقة بتوقع اللزقة التلبيسة. فشو هي هلا؟ هي بتكون نتيجة بالتكنيك، يعني ممكن يكون فشل بالإلصاق من قبل، ما تم إلصاق السن بشكل جيد، نوع اللاصق مثلا مو منيح بيلعب دور، تحضير السن أو السن يعني مو نازل بمكانه، المسافة مو كافية كمان. تمام. يعني ممكن تفشل، بس إذا تمت بكل تقنياتها المفروضة لا يعني بتقعد وبيكون نجاح الترميمات مع الوقت. تمام. في كثير من الاشخاص اشتغلوا على الخزف ان كان بانواعه يعني، ولكن شفنا حالات بعض الاشخاص بعد ما ركبوا الزيركون فقدوا ذاكره اللسان، ضاعت الاحرف منهم. تمام. يعني ثلاث احرف هنن اهم شيء، الام والاي والاس والصاد بيضيعوا اثناء والراء مثل ما بده مخرجنا والراء، فبتلاقيهم يعني صار عندهم، ما بدنا نقول لدغه، هي لدغه كثير بسيطه، فبترجعي لطبيبك بيقول لك انه اللسان عنده ذاكره بحاجه لوقت انه يرجع ياخذ وضعيه جديده بالوضع الجديد داخل الفم. هلا بنرجع بنقول هون انه بيكون التكنيك اثناء العمل، خطوات العمل ما كثير صحيحه، مثل مثلا من المهم نحن بعد ما نبرد الاسنان ناخذ العلاقه الفكيه بين الاسنان، يعني وين ارتكاز الاسنان، وين مكان اللسان، كله لازم ناخذه خلال مراحل العمل. نحن لو اخذينا بشكل صح ما بتضيع. كيف بتتاخذ؟ يعني انه الطبيب شو لازم يعمل يوم كرمال يتاكد انه شغله حيطلع ما حيعاني المريض من اي شيء؟ انه ياثر على الاحرف. بعد ما نبرد الاسنان وناخذ طبعات، نحن في عندنا مرحله تجربه للتلبيسات قبل ما نحن نلصقها بشكل نهائي. فبنطلب من المريض خلالها الفوز حرف ام، الفوز حرف اس، وفينا ناخذ كمان عليها عضه شمعيه لنشوف مكان كل سن وين بيطبق اذا كان صحيح. تمام. نحن هي المرحله اذا ساويناها بشكل صح بنتفادى انه يكون في خطا بالكلام او التلعثم او تطلع احرف بمكان الصحيح. نعم. نحن معلومات كثيره استفدنا منها، وان شاء الله الكل يكون استفادوا منها. بدنا نشكرك، بنتمنى لك يوم كثير حلو، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك وللمعلومات الحلوه، ودائما هيك الجمال كثير له حضور بصباحنا ان كان بكل المجالات. شكرا لكم. اهلا وسهلا.